سيد عظام أبو السعود، كاتب متخصص في شؤون القدس، مرحبا بك. أهلا فيك. نتحدث معك عن البلدة القديمة وموضوع إخلاءات البيوت وطرد العائلات من داخلها، ونبدأ مع الحالة الأخيرة، حالة عائلة أبو عصب. ما هي التفاصيل المتوفرة لديك عن تفاصيل حالة الطرد؟ أولا، عائلة أبو عصب مستأجرة من حارس أملاك الغائبين الأردني عام 1965 للعقار. حارس أملاك الغائبين الأردني باعتبار أنه العقار ملك لليهود في عقبة الخلدية في مدينة القدس. العقد اليهود كانوا مش مالكين للبيت إطلاقا، هم كانوا معهم عقد تحكير، عقد حكر اللي هو العقد التأجير لمدة طويلة، مدته 99 عام، وانتهت هذه 99 عام، ويجب أن يعود البيت أصلا لمالكيه الأصليين، وهم عائلة نسابة وهي عائلة عريقة في مدينة القدس. ما حصل لابد أن يكون فيه إما خطأ قانوني في المحكمة، ويمكن الرجوع لمحكمة العدل العليا لأنه مرحله في مرحلتين، المحكمة الابتدائية والمحكمة المركزية. العدل العليا هي اللي ممكن تحكم أنه الأصل أنه البيت ليس ملكا لليهود إطلاقا، وإنما ملكيتهم بعقد تحكيري انتهت مدته. رغم من ذلك اعتمدت المحكمة على موضوع الجيل الثالث، وأنه الحماية للمستأجر هي للجيل الثالث، واعتبر الساكن الحالي هو من الجيل الثالث، ولذلك لا تنطبق عليه الحماية. هذا لا ينطبق عليه الحماية إذا كان رافع الدعوة هو المالك، بس رافع الدعوة ليس هو المالك، ورافع الدعوة بملكية انتهت صلاحيتها، أو مش بملكية، بعقد إيجاري تحكيري. الأصل أنه يجب أن يعاد النظر في كل قضايا الحكر الموجودة في البلد، وهي قضايا كانت من أيام العثمانيين. ما هي الوسائل والأساليب المختلفة التي تستخدمها إسرائيل سواء عبر القانون أو غيره للاستيلاء على عقارات البلدة القديمة، خاصة في محيط المسجد الأقصى مثل عقبة الخالدية؟ أولاً، مش كل الوسائل قانونية، لأنه العدل في إسرائيل هو عدل وحكم وقضاء هو للإسرائيليين بين بعضهم. أما فيما يتعلق بالعرب فيجدون أي ثغرة ممكن أن تخدم الوضع الأبارتهايد أو الوضع العنصري في أمنيتهم في الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من المباني أو الأراضي داخل البلدة القديمة، وإخراج ساكنيها وتفريق سكان البلدة القديمة منهم وأحلال مستوطنين فيها. الأصل هو الوضع القانوني، هو زي وضع المستأجر الثالث أو المحمي الثالث في قانون الحماية للمستأجرين، اللي يجب أن تولى هذه القضايا اهتمام من قانونيين احنا أو القانون الدولي لإيجاد حلول لئلا تستغل هذه القوانين عنصريا من قبل الإسرائيليين. دائما أنا أعود وأكرر أنه في مذكرات هيرتزل عام 1898 ذكر، لو تمكنت، كتب، لو تمكنت من تملك من السيطرة على البلدة القديمة وأن أحكم القدس فسأفعل كذا وكذا وكذا. النقاط الخمسة أو الستة اللي ذكرها هيرتزل، ويمكن الرجوع إلى مذكراته في ذلك، من عام 1967 والإسرائيليين يطبقونها بعد الاحتلال خطوة بخطوة، لأنه هذا الجاد فاذر للفكر الصهيوني بالكامل، وأوله إخلاء المناطق المحيطة بالمسجد الأقصى وإزالة الصناعات والحرف الموجودة حولها في هذه المنطقة، وهذا ما تم إزالته بالطبع بالنقطة نقطة عمالهم بتطبقوا فيها، وإحنا غائبين عن الصورة كاملة في هذا الموضوع. من فترة إلى أخرى نشهد حالات إخلاء في البلدة القديمة،
وربما يسأل نفسه المواطن المقدسي كل يوم ما هو العمل؟ ما هو برأيك العمل لحماية العقارات؟ أي عقار مهدد يجب أن يعالج من قبل مؤسسات القدس وخاصة الأوقاف الإسلامية، لأن الأوقاف الإسلامية تملك الكثير من الأملاك، والأوقاف المسيحية بالتأكيد، لمنع احتمال مثل هذا التسرب للنفوس الضعيفة لبعض الناس، أو حتى استغلال وضع بعض مدمني المخدرات من أجل إغراءهم ببيع المنازل، أو هو ليس بيع في غالب الأحيان، هو حقوق انتفاع. الإسرائيليين في كثير من الأحيان لا يشتروا عقار في القدس، يشتروا حقوق انتفاع من مستأجر محمي، من مستأجر معاه عقد إيجار واستئجار، فيمكن أن يؤجر. حتى قانون الأجار والاستئجار العثماني اللي كان موجود يجب إعادة النظر فيه. هذا القانون حاليا لا يطبق في إسرائيل، لماذا لا زال يطبق علينا في القدس؟ ومعظم الدول اللي كانت تحت الحكم العثماني ألغت مثل هذا القانون، إلا أنه بقي عندنا قائم. هنا نحتاج إلى عقول قانونية دولية وعقول قانونية محلية لحماية العقارات الموجودة في مدينة القدس. سيد عزام أبو السعود، شكرا لك. أهلا وسهلا.